بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. المسعد الفضائي. اليوم إن شاء الله راح أتكلم على شيء كثير من الناس راح يقولون هذا الدرس ما له فائدة منه ولا أصل له. من أحدث الاختراعات أن العلماء يقومون اليوم بتصميم لصنع مصعد فضائي يصل بين الأرض والفضاء. سوف يقوم هذا المصعد بنقل الركاب والوضائع لخارج الأرض. ويقول العلماء أن التفكير بتصميم مصعد على شكل سلم صعود إلى السماء أمر يمكن تحقيقه خلال السنوات المقبلة، وهذا الأمر كان مجرد خيال علمي قبل سنوات ولكنها اليوم حقيقة. وسبحان الله، لقد أشار القرآن إلى هذا الابتكار في قوله تبارك وتعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. سورة الأنعام آية 35. صراحة ما نقول سبحان الله، والله أعلم.